المستشار أحمد نعيم رئيس نيابة بالنيابة الإدارية. أبرز التوصيات على الجمعية العمومية المشتركة اللي قامت بها النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة هي رفضا قاطعا ما انتهت إليه لجنة الخمسين لتعديل الدستور من دستور أجحف حق الهيئتين في تحقيق العدالة الناجزة للمواطن المصري، في دستور أضر بالمواطن المصري الذي عانى على عدة قرون، الذي قام بثورتين من أجل العيش والحرية والعدالة الاجتماعية. فأتت لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم لكي تقهر حق المواطن المصري. أتت بتعديل سلب اختصاصات النيابة الإدارية، سحب منها حق المواطن في تقديم الشكوى إليها من تعسف جهة الإدارة، سحب منها اختصاصها الوجوبي بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية. أتت بدستور سلب اختصاصات مجلس الشعب المنتخب من الشعب، فيا حسرة على العباد. لماذا نقيم مجلس الشعب إذن؟ ولماذا يذهب المواطنون كي ينتخبون أعضاء البرلمان حينما يمنح مجلس الدولة المصري بنص دستوري الحق في مراجعة وصياغة مشروعات القوانين؟ فما فائدة مجلس الشعب؟ يا سيدي، إن من يراجع هو له الحق في التعديل كيفما يشاء، فكيف أعطي الحق لجهة قضائية أن تراجع ما سنه المشرع الذي انتخب من الشعب المصري؟ يأتي اليوم لتأتي السلطة القضائية لتتغول على السلطة التشريعية بموجب هذا الدستور. إن هذا الدستور يكرس للفساد والاستبداد، إن هذا الدستور يضيع ويسلب حق المواطن المصري. نحن نتمسك بأن النيابة الإدارية لها حق واضح في هذا الدستور، تتمسك بمطالب موضوعية من أجل حق المواطن المصري في عدالة ناجزة، من أجل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، من أجل حق الدولة، من أجل حق المواطن في حياة كريمة. وشكراً.